خلينا نروح معاكم دلوقتي لمحافظة مطروح اللي شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخاصة بالأبنية التعليمية والمدارس اللي هتدخل الخدمة في السنة الدراسية الجاية، ده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. محافظة مطروح شهدت أعمال تطوير وتوسعات في الأبنية التعليمية لمواجهة ارتفاع الكثافة الطلابية بالمدارس، وذلك ضمن خطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتستهدف مديرية التربية والتعليم بالمحافظة العمل بكافة المناطق لتوفير خدمة تعليمية متميزة تلبي كل الاحتياجات وتستوعب جميع الطلاب المتقدمين وتحد من ظاهرة التسرب التعليمي وبخاصة للفتيات، وذلك بتوفير مدارس ثانوية للبنات بكافة الإدارات التعليمية. أعمال الإنشاء والتطوير للمدارس تم تنفيذها في 30 منطقة وتجمعاً سكنياً ضمن المناطق والقرى الأكثر احتياجاً في المحافظة، كما تستهدف مديرية التربية والتعليم إنشاء 3 مدارس يابانية بمدن العلمين والضبعة وسيوة، وذلك في إطار التوسع في المدارس اليابانية وتقديم خدمات مميزة لأبناء محافظة مطروح. يعني زي ما احنا عارفين احنا يعني على مشارف بداية عام دراسي جديد، تعالوا نعرف تحديدا ايه اللي بيحصل من تطوير في هيئة الأبنية التعليمية في محافظة مطروح من خلال المهندس طارق مسعد مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمطروح. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير استاذ احمد. صباح الخير استاذ احمد. صباح الخير على حضرتك. باشمهندس، في البدايه يعني عاوزين حضرتك تحطنا في صوره اوضح واقرب لعدد المدارس اللي تم تطويرها وترميمها من خلال مبادره حياه كريمه في مطروح تحديدا، بالاضافه للمدارس اللي استحدثت او انشئت جديد. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاول صباح الفل عليكم، صباح الورد على مصر كلها، وصباح الفل طبعا على اهلي في محافظه مطروح. نعم. السنه دي ان شاء الله باذن الله داخلين العمليات التعليميه بتسع مدارس جديده. خمس مدارس انشاء، مدرسه احلال كلي، انشاء خمس مدارس انشاء جديد، مدرسه احلال كلي، ثلاث مدارس توسع. باجمالي 105 فصل. التكلفه حوالي 87 مليون جنيه. مدينه نصيب مدينه الحمام فيهم مدرستين، مدرسه انشاء جديد مدرسه عمر بن الخطاب تعليم اساسي 11 فصل، مدرسه التوسع ونجع الشيخ صادق 10 فصول، مدرسه العالمين منطقه العالمين فيها مدرسه انشاء جديد اللي هي مدرسه جلحوب المغواري 11 فصل، منطقه الضبعه فيها مدرسه احلال كلي لاولاد بخير 11 فصل، مدينه مرسى مطروح فيها ثلاث مدارس، مدرسه تحفيظ القران ثلاث فصول، مدرسه الكرامه وقصر الحكمه 26 فصل، مدرسه انشاء جديد سعد بن ابي وقاص 11 فصل. منطقة النجيلة فيها مدرسة أبو بكر الصديق 11 فصل. مدرسة منطقة براني فيها مدرسة فرج سويلة 11 فصل. بالإضافة بقى إن أنا أحب أقول إن إحنا عملنا مدرسة مصرية، ده بالإضافة للمدرسة المصرية المدنية. المدرسة دي 14 فصل، دي أول مدرسة في مطروح. حوالي 13 مليون جنيه. دي المدارس الإنشاء اللي إحنا عملناها السنة دي. مدارس التطوير عملنا ثمان مدارس، اثنين في الحمام، مدرسة حويل الابتدائية، مدرسة بلال بن رباح، في الضبع عملنا مدرسة الروضة، في مرسى مطروح عملنا مدرستين رياض الصالحين وكريم هنداوي، في منطقة النجيل عملنا مدرسة، مدرسة الملاح، في منطقة سيوة عملنا مدرستين، مدرسة أبو شروف ومدرسة سيدي عبد السلام. كل ده جميع المدارس دي احنا عملناها السنة دي وطورناها، ده بالإضافة ان احنا مرينا على كل المدارس في محافظه مطروح وحلينا اي مشاكل ليها في العمليات التعليميه. ان شاء الله باذن الله احنا طرحنا 12 مدرسه تم طرحهم خلاص، وجاري الطرح ال 10 مدارس، يعني عندنا حوالي 22 مدرسه بنوعد محافظه مطروح ان شاء الله والسيد المحافظ بقياده اللواء ياسر مدير الهيئه ان احنا عندنا 22 مدرسه هيخشوا العمليات التعليميه السنه الجايه باذن الله بتكلفه حوالي 225 مليون جنيه. طيب باشمهندس، يعني حضرتك ذكرت الحقيقه يمكن ادتنا تفاصيل الحقيقه بناء المدارس حتى المدارس اللي كان فيها احلال وتجديد، بس حابين نعرف من حضرتك يعني
خطة الإنشاءات وأعمال الترميم والتطوير ورفع الكفاءة أو حتى يمكن إنشاء مدارس جديدة قد إيه؟ يعني بدأتم إمتى العمل على هذه الخطة؟ بدأنا يعني شهر 9 السنة اللي فاتت خلصنا بشهر 7، واحنا دلوقتي جاهزين بالعمليات التعليمية، لأن احنا عندنا بعد الشهر بعد ما بنخلص المدارس بنجهز المدارس كمان. دلوقتي جهزنا المدارس، فاضل لي مدرستين بنجهز فيهم العمليه التعليميه. هتبقى العمليه المدارس كلها داخله باذن الله بنسبه 100%. باذن الله. طيب هل المدارس والابنيه التعليميه اللي تم استهدافها دي مندرجه تحت خطه مبادره حياه كريمه فقط، ولا في يعني خطه موضوعه جزء منها حياه كريمه وجزء اخر يعني من خلال الخطه اللي بتستهدفها وزاره التربيه والتعليم تحديدا؟ كل المدارس اللي انا ذكرتها دلوقتي دي من خلال الخطه اللي بتستهدفها وزاره التربيه والتعليم. احنا عندنا حياه كريمه ان شاء الله، احنا داخلين المرحله الثانيه هنخش بحوالي 30 مدرسه باذن الله. 30 مدرسه. طب لو هنتكلم على الكثافه الخاصه بالطلبه اللي موجوده في المدارس اللي حضرتك ذكرتها، 9 مدارس دول قد ايه تحديدا؟ الكثافه كانت 80 وهتبقى 40. من 80 ل 40. ده حضرتك هنا بتتكلم على الفصل. بتكلم على الفصل. الكثافه كانت 80 وهنشوف يعني التوسعات دي خلت يبقى في النص تحديدا اقل من الكثافه اللي موجوده داخل الفصل الواحد. مظبوط كده، احنا بنحاول بقدر ما نستطيع ان احنا نوصل بان الكثافه في الفصل تبقى 40. 40 فصل، وده العدد القانوني يعني. نعم. فاحنا كل المدارس الحمد لله رب العالمين اللي احنا عملناها دي الكثافه فيهم هتبقى 40 ويمكن اقل كمان. طيب يا فندم، خلينا برضو نعرف من حضرتك ايه هي المعايير اللي بيتم على اساسها اختيار المدارس، او يعني اختيار مدارس اللي تكون مندرجه تحت او ضمن اعمال التطوير؟ احنا خلينا نقول طيب المعيار الاساسي لان انا انشئ مدرسه جديده الاول قبل التطوير، انشئ مدرسه جديده هو ان يكون عندي كثافه عاليه في اي مدرسه اخرى، فبحلها بمدرسه جديده تاخد الكثافه اللي فيها، او تكون المدرسه في فترتين، لان احنا بنستهدف ان ما يبقاش عندنا فترتين في مصر خالص. نعم. بالنسبه لمدارس الترميم، المدارس اللي بتبقى حالتها سيئه او اللي محتاجه صيانه او ترميم، يكون فيها مثلا شروخ، يكون فيها دورات المياه مش مظبوطه، الدهانات مش حلوه، احنا بنخش نعمل لها ترميم. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس طارق مساعد مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمطروح.